اليوم اللي بنعمله كل سنة يوم افطار لشباب الحركة كلهم في القاهرة والمحافظات. النهاردة عملنا قدام بيت الشهيد سيد وزة شهيد ذكرى ثورة يناير 2014 اللي قتل على ايد الداخلية في شارع شريف بوسط البلد. النهاردة حبينا نشارك اهل الشهداء وبعض اهل المعتقلين فطار امام بيت احد شهداء حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية وشباب الثورة واللي كان مسؤول عن حمل التمرد في شرق القاهرة وهو سيد عبد الله محمد والشهير بسيد وزة. جينا نشارك اهله الفطار وبدل ما كنا كل سنه بنعملها في حديقه الازهر او في قاعه احتفالات حبينا نحتفل باليوم ده قدام بيت سيد وزة تكريما وتخليدا لي. هو في حد من شباب الثوره مسجون او استشهد حقه رجع عشان سيد حقه يرجع؟ هي الثوره نجحت عشان حقه يرجع؟ لا، احنا النهارده يوم افطار ما لهوش علاقه بفكره ارجاع الحق، النهارده يوم افطار فقط لغير. يعني بعز شباب 6 ابريل جدا، ولما وصلتني الدعوه وخصوصا انها عند منزل الشهيد سيد وزة يعني جيت. ف من ناحيه نشوف بعض واشوف الشباب، ومن ناحيه يعني نعيش ونفتكر كلنا شهداءنا. يعني